قدمت الأيقونة الإعلامية أوبرا وينفري يوم أمس دعمها لكمالا هاريس في سباق الرئاسة، كما وجهت وينفري انتقادا للمرشح الجمهوري ترامب ولنائبه جي دي فانس. يذكر أن أول تأييد سياسي لوينفري كان لباراك أوباما خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2008، حيث أظهرت إحدى الدراسات أن دعم وينفري أضاف حوالي 1,000,000 صوت إلى حملة أوباما بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي. ومن بعدها دعمت وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون بانتخابات عام 2016، ودعمت جو بايدن في دورة انتخابات عام 2020. نشوف هالعام إذا كان رح تأمن أصوات إضافية لحملة الديمقراطيين هذا التأييد من قبل أوبرا وينفري.